صباح الهنا والسعادة على حضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة وصباح مي. أهلا بيكم في تغطية خاصة بعيد الميلاد المجيد، كل عام وحضراتكم بخير. نجم أشرق في المشارق والمجوس تبعوه حتى أدخلهم بيت لحم وسجدوا لملك الدهور يسوع المسيح ابن الله الذي ولد في بيت لحم. في تاريخ البشرية كلها مفيش ميلاد زي ميلاد المسيح، فميلاد المسيح قسم التاريخ نصين، نص قبل الميلاد ونص بعد الميلاد. ولما نيجي نتأمل ليه المجوس اختار لهم ربنا النجم هو اللي يرشدهم، هنلاقي ان المجوس ما كانوش بيؤمنوا بأي عقيدة تانية او بأي افكار تانية او بنبوات النبي اشعياء، حتى كان ليهم اسفار ضد موسى. علشان كده ربنا دخل لهم بالطريقة اللي هم بيؤمنوا بيها، فاختار لهم نجم هو اللي يرشدهم لأنهم كانوا بيؤمنوا بالأبراج وبتفكير التنجيم، فاختار لهم الطريقة اللي تناسبهم. ميلاد المسيح هو الميلاد اللي ولد طريقة لكل واحد يدخله بيها علشان يدخل قلبه. ميلاد المسيح هو ميلاد الحب والسلام. كل سنة وحضراتكم طيبين، برحب بحضراتكم وبعيد عليكم وعلى زمايلي خلف الكاميرات وعلى زميلتي مارينا اللي هنتشارك تقديم الحلقة النهاردة. كل سنة وانت طيبة مارينا. كل سنة وانت طيبة يا نرمين، وكل سنة وحضراتكم بألف خير. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ولد ملك السلام وأتت معه المحبة والرحمة والغفران إلى الأرض. تصالحت الأرض مع السماء بقدومه، وتصالح الله مع البشر بقدوم المخلص، المخلص الذي خلص العالم من الظلمة. خلونا نطلب من ملك السلام إن هو يعطينا سلامه في هذه السنة، وإنه يحط في قلوبنا الرحمة ونعمة المحبة، وإننا دايماً نكون بنذكر بعض في صلواتنا، وإننا دايماً نرحم بعض ونبدأ صفحة جديدة مع الله في السنة الجديدة. هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا، وأول جزء معانا في الحلقة هيكون جزء ضفنا فيه ما ينفعش نستغنى عنه في العيد بتاع عيد الميلاد، وهيكون معانا بابا نويل وطفلة كمان جميلة اسمها كارين. هنفضل نرنم مع بعض ونهزر ونلعب. بس قبل ما نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معانا. طب اتفضلوا استريح، اتفضلوا استريح. متشكر جدا، متشكر. اتفضلوا استريح، متشكر. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين. طب اقعدوا عشان عايز اقول كلمتين من فضلكم، لو سمحتوا اقعدوا كلكم. طب نقعد بس لمدة دقيقتين أقول كلمة كده وبعدين اعملوا اللي انتوا عايزينه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتوا طيبين جميعا، وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا جميعا، ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا، مش بس في مصر، مش بس في مصر، في العالم كله. يا رب يا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا كلها، مش بس في مصر. أنا عارف إن النهاردة مناسبة جميلة ومناسبة سعيدة، وكان المفروض ان انا اقول يعني كل سنه وانتم طيبين، وادي الفرصه القداس للبابا انه يعني. طب هقول لكم بس
تشك تشك تشك. طب ادوني بس فرصة. أولا خلولي إن أنا أوجه كل التقدير والاحترام والاعتزاز والله بقداسة البابا وبيكم كلكم. كل الاحترام والتقدير والاعتزاز بقداسة البابا. وأنا عايز أقول لكم وانتوا يعني هيوصل لكم صدق، يعني انتوا ما تعرفوش مدى المحبة والتقدير والاعتزاز اللي انا بقدر بيه قداسة البابا. وده مش من فراغ، وانا قلت المرة اللي فاتت كلام كلنا فاكرينه، لكن في كل مرة اسمع حديث لقداسة البابا او حتى الكتاب اللي يعني صدر عن قداسته اجد فيه حكمه وفيه بلاغه عظيمه جدا. مش هنسى ابدا القول اللي قاله ده في حديث يعني من الاحاديث الاخيره ديت، لما قال الاديان تتوافق ومش لازم الاديان تتطابق، مش كده؟ فده صحيح. يعني أنا بقول الكلام ده عشان تفضل محبتنا لبعض بدون تمييز، من غير ما أقول أبداً أبداً. ولازم النقطة دي إحنا كلنا كل الشعب المصري يجتهد إنها تبقى متأصلة في نفوسنا وحتى في الأجيال القادمة في أولادنا الصغيرة، إن إحنا نبقى كلنا ده فضل ربنا. لكن عايز أقول لكم إن إحنا محتاجين دايماً نأكد في كل مناسبة إن إحنا واحد. إحنا واحد. إحنا واحد. واحد. مفيش أي شكل من أشكال التفرقة بيننا، ما ينجحش أبداً. اسمعوا كلامي. مش ليكوا انتوا بقول الكلام اللي انا بقوله ده، والله ما بقوله ليكوا انتوا، بقوله لينا كلنا. بقول الكلام ده لينا كلنا، كل الناس. واحنا بنحبكم، واحنا بنحبكم. فكل سنه وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم. دي اول نقطه حبيت اتكلم معاكم فيها. النقطه الثانيه برضو لينا كلنا. أنا شايف إن الناس، اسمعوا كلامي، قلقانة. الناس في مصر قلقانة وخايفة. مش هقول إن ده مش مبرر، مش هقول إن ده مش مبرر، بس إذا كان كلامي يطمنكم لازم تطمنوا. إحنا ما بنخبيش عليكم حاجة، إحنا ما بنخبيش عليكم حاجة. ولو سمحتوا يا كل الناس، يا كل المصريين، أنا ما بقى في كل مناسبة بتكلم وأقول، بقول الحكاية عشان تبقوا عارفينها. فما تديش ودنك لحد أقل ما فيه مش مسؤول. يعني إيه الكلام دوت؟ كل واحد يعرف على قده، الموظف، المدير، اللي قبله، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، لغاية لما نوصل لأعلى اللي ربنا أراد إن هو يبقى متولي المسؤولية. يعني حد هيعرف مع كل التقدير والاحترام لأعضاء الكنيسة الآخرين زي قداسة البابا في شؤون الكنيسة؟ لأ. وبالتالي لما حد، انا جبت المثل وارجو انك تعذرني قداسة البابا، يعني اسمعوا، اللي يتكلم اللي ما كانش يعرف واكيد مش هيبقى عارف. تشكر الطفله الجميله اللي بتقول وانا بحبك والله،
احيا مصر. بس خلوني انا اصلي يهمني قوي، متشكر جدا. انا مش هطول والله عليكم عشان خلاص البابا، لكن عايز اقول لكم ان من فضلكم اولا ما تخافوش. طب ليه ما تخافوش؟ الكلام مش ليكم انتوا بس، ما الناس كلها دلوقتي بتتفرج عليا في البيوت، يعني انا بكلم كل المصريين. ما تخافوش لسببين، الاول ان ربنا موجود. هيسيبنا يعني؟ يعني ربنا هيسيبنا؟ انا بقول على ربنا اللي خلقنا كلنا. اسمعوا اسمعوا مني من فضلكم، متشكر جدا. طب اسمعوا مني بس. طب استنى بس، طب انا بس عايز اقول الكلمتين دول مهمين، اسمعوا كلامي. الكلام اللي انا بقوله ده كلام مهم قوي، لان انا شايف وسامع كويس قوي ان الناس في مصر قلقانه. طب انت قلقان ليه؟ يقول لك انا خايف عليها، وانا سعيد بخوفك عليها. فانا بقول لكم لا، ما تخافوش لسببين. السبب الاولاني ان ربنا موجود، وهو اعز من الكل واكبر من الكل، ويقدر يعمل كل حاجه طيبه لينا. طب احنا نستحق كده؟ بنحاول نبقى نستحق. ادي واحد. اتنين، احنا كدوله بمسؤوليها حريصين على ان احنا الازمه الكبيره اللي موجوده في العالم ديت تاثيراتها ضخمه جدا. الدنيا هتبقى بعد الازمه الاخيره ديت هتبقى مختلفه عن الدنيا اللي احنا شفناها قبل كده. والازمه الاقتصاديه دي هتاثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنه دي او اكتر. طب احنا فين؟ احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، وان كنا بنعاني، يعني بنعاني لكن ما نخافش، ما نقلقش. وبقول من فضلكم، هتلاقوا ناس بتتكلم كلام كتير، اقل حاجه اللي بيتكلم ده ما يعرفش، فيقول لك خلي بالكوا قناه السويس قداسه البابا مش عارف هيعملوا فيها ايه، خلي بالك هيبيعوا حاجه ما نقولش عليها. طب ليه؟ مش هقول ليه، لو في حاجه هعملها هقولها لكم كلكم، وزي ما انا بتكلم كده هتكلم واقول. طب حاجه تانيه اخيره وخلاص، هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟ هنتخلى عنها؟ انا بتكلم صحيح. خلاص بقى، عام سعيد، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يحفظكم، ويا قداسة البابا دعواتكم الطيبة لينا والمصر، دعواتكم الطيبة لينا والمصر، كل سنة وانتم طيبين. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وبعد ما تابعنا المشاعر الجميلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، هندخل النهاردة ونتابع مع بابا نويل، هيشرفنا وينورنا في الاستوديو. وكارين، ازيك يا بابا نويل؟ ازيك وعاملين ايه؟ كل سنة طيبين. ازيك يا كارين؟ كل سنة وانتو طيبين. طيب، ميري كريسمس. كل سنة وانتو طيبين. وتحب تقولنا ايه يا بابا نويل عشان راس السنة وكمان عيد الميلاد؟ اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة علينا، وربنا يكون معانا في السنة الصعبة دي، وان شاء الله ما تطلعش صعبة. وزي ما قال سيدنا البابا تودروس الثاني، ربنا معانا ويمد ايده لينا،
وتبقى سنة حلوة وسعيدة. أمين يا رب. بصلواتكم ومحبتكم. أمين. كارن قولي لي بقى، عملتي إيه إمبارح؟ رحت الكنيسة؟ آه، واتناولت بعد كده رحت عند تيتا. حلو، يعني كان يوم حلو وشفتي أصحابك في الكنيسة ولعبتوا سوا؟ آه. حلو قوي. محضر لنا إيه بقى يا بابا نويل؟ محضر لكم حاجات حلوة عشان نقول كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا، وزي ما كل سنة بنقابلكم وبنشوفكم وبنتعامل معاكم، وكنا جايبين هدايا كتير قوي قوي قوي، كنت عاوز أعرف كل واحد عاوز إيه. أسأل الولاد عاوزين إيه، يقول لك عربية مرسيدس، عربية كذا. طب وبعدين نجيب منين الحاجات دي كلها؟ إن شاء الله نجيب لكم حاجات. إحنا عايزين نعرف منك الأول، ليه عيد الميلاد ارتبط ببابا نويل؟ بابا نويل ارتبط ببابا نويل لما الملاك بلغ الست العذراء بميلاد السيد المسيح. كان لازم ان احنا نروح ونشوف. وبعدين المجوس لما جم، فده تعبير عن اللي حصل، ويعني اللي موجود في ان هو العطايا، يعني العطايا والحاجات دي كده. طب قول لنا رايك بقى يا بابا نويل، بابا يسوع لما اختار ان هو ينزل الارض وهو ملك اتولد في مزود. ايوه، قول لنا رايك بقى في اللفته الجميله دي. بابا يسوع اتولد في مزود، وما كانش المفروض يتولد في مزود، لان ده رب المجد ورب الكون كله. يعني كان المفروض يتولد في قصر عظيم، لكن ما كانش في مكان يقعد فيه ولا يروح هنا ولا هنا. ومن تواضعه، التواضع بتاعه، تواضع الست العذراء، اتولد في مزود. والمزود ده اتبارك واتكبر باسمه وباسمنا كلنا. هو بيعلمنا ان احنا ما تواضع بالمظاهر، بالمظاهر وبالحاجات اللي في العالم، ونهتم دايما بالجوهر. هو صحيح ملك بس اتولد ملك. هو يعلمنا ان احنا ما نفرقش بين غني وفقير، خلى في محبه بين كل الطبقات وبين كل الناس. ما حدش يتعالى على التاني، ما حدش يقول لا انا حاجه واللي غيري ده حاجه. فبينشر الحب، كان قصده ان هو ينشر الحب والسلام بين الناس. صحيح. ولا ايه رايك يا كارن؟ صح صح. طب انت عندك ترنيمه تقوليها لنا بمناسبه الحب والسلام وميلاد المسيح؟ قولي لنا. يلا اسمها غني. غني قولها في كل مكان، كل اوان وزمان. غني قولها في كل مكان انه اتولد يسوع. ايه الصوت الجميل ده؟ مين اللي حفظك الترنيمه الحلوه دي؟ احنا عندنا في الكورال ميس اسمها ليديا، ف احنا كنا بنعملها، فهي كانت بتحفظها لنا. حلوه قوي. حافظه ترانيم ايه تاني؟ قولي لي اكتر ترنيمه بتحبي تقوليها في عيد الميلاد. لبس العيد. لبس العيد؟ طب ما تقوليها لنا. ماشي. نازل اشتري لبس العيد واختاره الوانه بالتحديد، ما يهمنيش لو غالي تمنه، أصلي ده يبقى لبس العيد. عايز أبقى في أحسن صورة والناس تبقى بيه مبهورة. هو ده فعلا قيمتي بشكلي ولا مرايتي بقيت محفورة؟ عايز أبقى في أحسن صورة والناس تبقى بيه مبهورة. هو ده فعلا انتي بشكلي ولا مرايتي بقيت محفورة؟ برافو. برافو عليك. برافو كارين. ترنيمة حلوة. لما الناس بتشوفك والاطفال بتشوفك بتعمل ايه؟ بيستغربوا، بيقولوا ايه الراجل العجوز ده جاي يعمل ايه؟ بس لما يعرفوا ان في هدايا حلوة وكلمة حلوة وان واحد ياخدهم باحضانه كده بيتبسطوا. لو عايزينك تحكي لنا حاجة حصلت معاك في اجواء عيد الميلاد. كنت ولاد احفادي نروح كده اشوفهم، يا جده يا مين مش جده، لا انت جد يا عمي، انا بابا نويل. بابا نويل منين؟ لما انت شكلك معروف. لا مش معروف. فيتفرحوا ويتبسطوا كده. طب قول لنا، يفرحوا بالهدايا اكتر. نعم. الاطفال بين زمان ودلوقتي طلباتهم اختلفت في الهدايا؟ اختلفت خالص خالص خالص. زمان كانوا يطلبوا بونبونايه، شوكولاتايه. دلوقتي وانا في مدارس الاحد بنعدي عليهم عشان نسلم عليهم،
واحد يكتب لي عاوز ايفون 26، تاني عاوز عربيه بورش. طب يا جماعه الحاجات دي جايبها منين؟ يتمنوا بقى، هي امنيات حققها في وقت ما تحقق. ايوه بس حاجات اوفر اوفر اوفر. اولاد دلوقتي النت والموبايل والحاجات دي كلها وسعت افاقهم وخلتهم يفهموا بزياده، ففاكرين بابا نويل بقى فعلا جايب كذا كذا، ومع اني اعرفوش ان بابا نويل ده غلبان بياخد هدايا من بره عشان يديها لهم، حاجات صغيره حاجات كده حاجات رمزيه بس بيتبسطوا برضه. عايزينك تقول لنا ترنيمه تانية يا كارم. في نور في الارض. قول. يلا احنا سامعين. بس هو انا اقول يعني السولو والقرار. ماشي. تهليل السماء النور. سوري. تاني. حلوه حلوه كملي. تهليل السماء اليوم بيزيد، ونور في الارض بقوايد، جذبة جانا العيد، سمع افراح ولينا سلام. الملايكة بتهتف بالاناشيد، بميلاده حقق المواعيد، نغني ونعلي التمجيد ونرنم له احلى الكلام. تهليل السما النور بيزيد، نور في الارض بقوايد، غصبة جانا العيد، سمع افراح ولينا سلام. برافو عليك يا برافو يا كارم. قولي لي بقى يا كارم، ايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها في العيد؟ بحب اروح الكنيسه واروح ازور عيلتي كلها. حلو، يعني انت بتحبي الجو الاسري، انت اجتماعيه صح؟ اه. يبقى كده انت ليكي اصحاب كتير. نسيت حاجه مهمه. ايه؟ قولي. روح عند جد وتيتا عشان تاخد العيديه، تعيد عليهم وتسلم وتسلم عليهم. صحيح. وتدوها بوسه من هنا وبوسه من هنا. لا بس كارن قالت انا رحت عند تيتا امبارح صح؟ بس ما عرفناش اديتها هديه ولا ما اديتهاش. اديتك ايه يا كارن؟ هي وخالته وخالته. اديتك كام بقى يا كارن؟ مش بعد. ما مش بنعد. اه عشان كتير. العيديه عشان... مش مهم ان هي تبقى كتير. لا بس العيديه كبيره، ما عشان كده ما لحقتش تعدها. اه ممكن برضه. زمان انا افتكر من ايام جد وابويا الله يرحمه والجماعه كنت اخد ارساخ حاجه ما تتذكرش، لكن دلوقتي 100 جنيه 200 جنيه. طب قولي بقى كنت بتشتري ايه بقى بالقرش ساج والحاجات دي؟ يا ابويا بيقضوا بايه بقى؟ بروح اخد كيس كبير كده. كيس كبير؟ كيس كبير قد كده. بياخد حاجات كتير من بس الكلام ده اصلا من 60 70 سنه. ماشي. من قبل ما تتولد وقبل الحاجات دي كلها، فكانوا بيشتري حاجات كتير، لكن دلوقتي نجيب لب وزداني وفشار وبونبوني وكل الحاجات الحلوه، كل ده بالارساخ ده بس. وانت يا كارين هتجيبي ايه بالهديه؟ هتطير على نصهم بحاجه تبع ربنا، وبعد كده بشوف الباقي بعد كده بعمل بيه اي حاجه. برافو عليكي. انت كارين طب كنت عايزه ايه؟ كنت عايزه تجيبي ايه اصلا؟ كنت عايزه اجيب لعب تاني. انت عارفه يا كارين انك قلتي حاجه حلوه قوي؟ ان هو في اول حاجه كارين هتعملها في العيديه بتاعتها ان هي هتتبرع بجزء، وهتشوف الباقي ممكن تجيب بيه ايه. شفتي يا بابا نويل؟ اه الجزء الحلو ده خدت منها في حاجه ثانيه، قالت هتبرع بالنص. يعني مش قالت جزء من، يعني النص، يعني حاجه حلوه قوي. ده اكيد تيتا وجد ادوكي ايه؟ يعني حتى بابا يسوع في الاولويه، ان هو في ناس محتاجه وفي ناس احنا لازم نشترك معاهم بجزء من العيديه بتاعتهم ونفرحهم زي ما احنا فرحانين بالعيد. صح؟ طب قولي لي يا كارين، لما بتشوفي الناس الفقراء في الشارع او الناس البسيطه في الشارع بتبقي عايزه تعملي ايه؟ عايزه اديهم فلوسي كلها. يا حبيبتي. لا كلها لا، جزء منها. لا لا انت قلتي نصها، هدي نصها للناس المحتاجين. بتبقى في اطفال، بتبقى في ناس غلبانين، بتبقى في ناس مش عارفه تعيد زينا، فاحنا المفروض ان احنا ده مش بنتعلم من، يعني كارين بتدينا احنا نفسنا ان احنا ان درس ان احنا نعمل كده مع الناس. اللي هو العيد مش بس ان انا اروح اشتري لبس، ومش بس ان انا اروح واتفسح وهخرج فين وهروح فين وهاكل ايه بكره، وصايمين بقى لنا 43 يوم ولا يا ربي هروح هاكل ايه ولا ايه ولا ايه. ايوه لا ده انا كمان افكر في الناس اللي هي اساسا ممكن ما تكونش عارفه ان هي تجيب الاكل بتاع بكره، مش عارفه تلبس، مش عارفه تعيش زي باقي الناس تقضي العيد يعني. صحيح.
لازم نشاركهم ولازم نحسسهم بالعيد وإن إحنا كمان معاهم وبنعيد معاهم علشان ما يحسوش بوحدة في اليوم ده ولا يحسوا إن هم ناقصهم حاجة. وده الكلام، وده الكلام اللي قاله السيد المسيح. صحيح. اللي يدي للفقراء اداهم باسمي، واللي يعطف عليهم واللي يكون معاهم ويديهم كلمة حلوة. يعني مش مهم كمان العطاء، المهم لو كلمة حلوة ابتسامة دي بتديني مجال كبير وتخلي الواحد يبقى مبسوط. العطية مش بتبقى بقيمة الحاجة، بقيمة على الحاجة. قد ما هي بتبقى باللي جوانا. أيوة صحيح. وبعدين مش مهم بقى اللي جاي يطلب ده معايا ولا معوش، احنا بندي لربنا. فهو الأول زمان كان الواحد بيعتقد انه ايه، لا ده بيشحت وبيخم الناس. لا انا ماليش دعوة بقى، انا طالع من جيبي ده عشان اديه للفقير ده، هو فقير غني دي واخده لربنا. انا شفته محتاج فعملت اللي عليا، عملت اللي عليا، وبقى هو بينه وبين ربنا بقى. صحيح. فدي بتبقى عطفه حلوه وشغله حلوه وربنا يوفقنا كلنا. امين يا رب. كارن ممكن تقول لنا ترنيمه وبابا نويل؟ مش حافظ اي ترنيمه بابا نويل نقولها مع كارن؟ لا انا بحفظ الاولاد، ما بعرفش احفظ. طيب يلا كارن قول لنا ترنيمه. اللي هي فيليز نافيداد. يلا قول. فيليز نافيداد، فيليز نافيداد، فيليز نافيداد، بروسبيرو انيو فيليسيداد. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. 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 هي فرحانة زي وهي بتقولها؟ أيوه. أيوه. Of my heart. أيوه. Of my heart. كلها فرحانة بالكريسماس. Of my heart. يا فرحانة أنا بعلق عليها. أطفال قوي خلي بالك. واضح يا بابا نويل إنك بتحب الأطفال قوي وبتنسجم معاهم. قول لي بقى أكتر موقف ضحكك من قلبك من طفل عمله قدامك. أنا وأنا بدخل البيت أشوف حفيدتي أقول له حبيبي حبيبي، حد يرد عليا. ابني حفيدي التاني بقى اتعلم زيي، يدخل البيت حبيبي حبيبي. يا عمي مش كده. فدي بتخلي الواحد مبسوط، وبعدين الأولاد كلهم كمان بتبسط بيهم قوي. الأولاد حتى لو أنا في الشغل في أولاد صغيرين يمروا بتاع، مجرد الابتسامة يبتسم، شاورة يشاور، حاجة حاجة رباني يعني. صحيح. محبة كده. أيوة. بالقلب رباني. بس مجرد ما الناس بتشوفك يا بابا نويل بتجلب السعادة للمكان اللي بتبقى موجود فيه. وأنا لابس بابا نويل بتجلبها. وأنا من غير بابا نويل بجلبها، لأن أنا وشي على طول بحب أكون مبتسم، حتى ما أكون زعلان ببقى مبتسم. أي نعم أنا وحش قوي. لا. وبتنرفز قوي. لكن أنت جميل. لكن الواحد بيعمل بيحاول إن هو يكون سعيد عشان يسعد غيره. أيوه. وربنا يعمل الطريقه دي فينا. هو الواحد لما بيعمل حاجه حلوه بتكون عايده من ربنا. يعني ربنا مش الواحد هيبقى وشه مغموم ويقابل الناس. لازم يبقى مبتسم وفرحان ويدعي لهم ويدعي ليه برضه. وبعدين يعني ربنا بينطبع على وشنا. ايوه. علاقتنا كمان بربنا بتنطبع على وشين. لما البني ادم يكون علاقته كويسه بربنا بيبقى له في سلام على وشه من غير ما هو يبذل مجهود. يعني هو كل اللي يشوفه هيحبه. يعني هو بيقول يجعل اعدائكم يسلمونكم. لما هو يكون موجود في حياتك فحتى اعدائك هيسلموك. صحيح يا بابا نويل؟ مظبوط 100%. لان كمان بيقول لك لما يشوفوكوا هيتمثلوا بيا. لما انا اعمل حاجه كويسه هيقولوا الشخص ده فعلا مسيحي من الدرجه الاولى، الشخص ده كذا. لكن لما اكون بعمل حاجات مش مظبوطه مش هيبقى مش هتبع الرساليه الحلوه اللي قدمها السيد المسيح. زي ما السيد المسيح كان بيمشي يقول يصنع خيرا شمال ويمين وكده والناس كلها فرحانه ومبسوطه، كذلك الواحد يبقى. ما انت بتتمثل بيه دلوقتي يا بابا. يا ريت تصنع خير. انت تصنع فرحه. ايوه. صحيح. استاذنك يا بابا نويل ويا كارن ونرمين، هنروح لفاصل مشاهدينا الكرام ونرجع لحضراتكم مره تانية. خليكم معانا. Thank you.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبه عيد الميلاد المجيد سنه 2023 اود ان اهنئ قداسه البابا المعظم الانبا تودروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه واعضاء المجمع المقدس وكل الكنيسه القبطيه بهذا العيد المبارك، طالبين للرب يسوع المسيح بشفاعه العذراء مريم وقديس يوسف النجار وصلوات قداسة البابا أن يعطينا كل نعم وبركة وفضائل هذا العيد المبارك. صلواتكم لأجلي أنبا دانييل أسقف سيدني. أحب أهني قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني في عيد الميلاد المجيد، متمنيا لقداسته سنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة، كما أهنئ نيافة الحبر الجليل أنبا مقار أسقفنا المحبوب، وأهنئ أيضا كل أحبار الكنيسة الأجلاء الآباء المطارنة والآباء الأساقفة، وأهنئ أيضا كل آباء الكنيسة الأرثوذكسية وكل الشعب المسيحي في كل مكان، وأخص بالتهنئة شعب كنيسة ماري مرقس بالحسنية. اذكرنا في صلوات قداستكم يا سيدي. كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد سعيد على شعبنا وعلى كنيستنا، ومن هنا من كنيسة ماري مرقس بالحسينية بنقدم بالتهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني ولنيابة أنبا مقار أسقفنا المحبوب ولسائر أساقفة الكنيسة ولقدس أبونا كرولوس راعينا، وبنقول كل سنة وسنة طيب وعيد سعيد، وربنا يجعل عام 23 عام خير وسعادة ببركة صلوات قداسة البابا ونيابة الحبر الكبير أنبا مقار. كل سنة وحضراتكم طيبين. هني بابا تودروس بالعيد الميلاد المجيد، ويا رب يديمها عليك سنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة، ويخليك لشعبك كله ويحافظ عليك ويخليك لكنيستك. احنا عايشين ببركة صلواتك وبركة دعواتك لينا، اذكرنا دايما في صلواتك واذكر كنيستنا واذكر شعبك كله. واحب اهني الاباء الاساقفة ومطارنا والاساقفة والاباء الكهنة بتوعنا، وهني شعب الكنيسة كله، وهني اهلي وقرايبي كلهم، وهني شبابي في الحسنية وولادي كلهم، وكل سنة وانتم طيبين. بنهني قداسة البابا تودروس الثاني بعيد الميلاد المجيد، ويا رب تكون سنة جميلة مليانة بركة ومحبة. وبنهني أسقفنا المحبوب نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان بعيد الميلاد المجيد، وكمان بنهني أبونا كرولوس كمان راعي كنيسة ماري مرقس بالحسنية بعيد الميلاد المجيد، ويا رب تكون سنة مليانة بركة ومحبة وخير وسلام لمصر وللعالم كله. بنهني كل الشعب الحسنية، يعني كل الشعب في كل العالم، ويا رب تكون سنة مليانة خير ومحبة. نحب نقول لبابا تودروس كل سنة وأنت طيب، ونحب نقول لأبونا كرولوس كل سنة وأنت طيب. هنقوله دلوقتي ترنيمة حاجة بتلمع في السماء، حاجة بتلمع في السماء بيقول ملك مولود هنا، حاجة بتلمع في السماء بيقول ملك مولود هنا، نجمة كبيرة شاورت عليه شمس البر في أرضنا، نجمة كبيرة شاورت عليه شمس البر في أرضنا، وفي ليلة سعجانا كانت الناس بردانا، وفي ليلة سعجانا كانت الناس بردانا، ضم الطفل خليته حب وحنان ادانا، ضم الطفل خليته حب وحنان ادانا، فوق أجراس بعيد ونار عمال يزيد، وملايكة بتهلل بداية عهد جديد، وفي ليلة عسى نور شكل الكون اتغير، وفي ليلة عسى نور شكل الكون اتغير، سبع شهور جماله وسكن قلب الصغير، سبع شهور جماله وسكن قلب الصغير، صوت أجرس بعيد ونور عمال يزيد، والملايكة بتهلل لبداية عهد جديد، مكتوب بين النجوم يسوع يجينا.
ليه؟ كل سنة وانتم طيبين يا أحبائي جميعا. أبعد نرسل التهنئة من عمق القلب لقداسة أبينا الكبار المكرم البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، ولنيافة أبينا الحبيب الأنبا أرمين رفيق الجهاد سنوات طويلة. وكل سنة وانتم طيبين جميعا يا في آية جميلة جت في سفر أشعياء النبي بتقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنه وتكون الرئاسة على كتفيه ويوضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. أنا بس بقى عايز ألقي الضوء على يدعى اسمه مشيرا، يضع اسمه مشيرا. المفروض يا أحبائي إن إحنا نستشير ربنا. الطفل القدوس الذي ولد لنا اسمه مشيرا. فرق كبير جدا في إنسان بيستشير ربنا في كل حاجة، واحد تاني مش بيستشير ربنا. ربنا قال لداود إيه في المزمور 32: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها. أعلمك وأرشدك مشيرا، أرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. ونرى يا أحبائي بسفر توبيا إصحاح 4 إن توبيد الصديق بيقول لابنه توبيا: بارك الله في كل حين واسترشده لتقويم سبلك. استرشده لتقويم سبلك وإقرار كل مشوراتك فيه. بارك الله في كل حين واسترشده لتقويم سبلك وإقرار كل مشوراتك فيه. فطوبى للإنسان إلا ربنا مرشده ومشيره، ويوضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. كل سنة وانتم طيبين أحبائي، وربنا يبارك في هذه السنة تبقى كلها خير وبركة وتوبة. لإلهنا كل مجد وإكرام والإمام والإمام. دعواتي
كل سنة وانت طيب يا بابا تودروس. كل سنة انت طيب يا بابا تودروس. كل سنة وانت طيب يا بابا يسوع. كل سنة وانت مبارك كلامك مسموع. كل سنة وانت طيب يا بابا يسوع. كل سنة وانت ملك وكلامك مسموع. ماما العذراء جالها ملك قال لها سلام. هيكون عندك طفل جميل وفي حضنك هينام. طفل صغير لكن هو موجود زمان. ملك عظيم ملك حبيب هاية الأيام. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وقدسك طيب يا بابا تودروس. وكلنا بنصلي لك ونقول لك ربنا يسندك ويقويك. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومكملين مع بابا نويل وكارين. عايزين نعرف يا بابا نويل، هو بابا نويل ولا سانتا كلوز ولا القديس نيكولاوس، وأني اسم فيهم؟ ثلاثة في واحد. الثلاثة بيمثلوا شخص واحد اللي هو بابا نويل، بس بيختلف من بلد لبلد ومن منطقة لمنطقة. عشان كده بيتسمى هو بابا نويل. احنا عايزين نفكر الناس بحاجة يعني نديهم كده تذكرة سريعة. ليه بابا نويل؟ هو بداية القصة ان هو بابا نويل بنحتفل بيه، هو القديس نيكولاوس بنحتفل بيه يوم 10 كيهك. القديس نيكولاوس ده كان باباه ومامته مش بيخلفوا، فهم طلبوا من ربنا وفضلوا بإلحاح شديد لغاية لما وصلوا لسن كبير. ربنا أراد إن هو يرزقهم بطفل هو القديس نيكولاوس. جات منين قصة إن هو بقي بابا نويل؟ وجات منين إن هو العطايا والحاجات اللي بابا نويل بيعملها دي؟ كان في واحد غني جدا بس خلاص فلوسه راحت وبقى فقير، فكان عنده ثلاث بنات. بابا نويل كان معدي، او القديس نيكولاوس كان معدي، سمع ان هو مش عارف يجوز بناته. يعني هو كان ماشي فسمع صوت، عارفاها الحكايه دي، سمع صوت الشكوى وان هم مش عارفين يعملوا ايه ويجوز بناته ازاي. راح حط فلوس في كيس ورماها له من الشباك. حطها له في كيس احمر. ده سر بقى ان كيس بابا نويل دايما بيكون لونه احمر وفي هدايا. وفي هدايا. طيب يا بابا نويل، عايز اسالك بقى، طب ده الكيس كان لونه احمر، بتحب انت كمان تلبس احمر ليه؟ الاحمر مميز عن الالوان الثانيه من كذا جهه. الجهه الاولانيه انه بيديكي دفء وحنان، انك انت بتلبسي حاجه غير اللي الناس لابساها، ودي ما بتتلبسش الا من سنه للسنه مع ميلاد السيد المسيح وفرحتنا بالميلاد وبالحاجات الحلوه دي كلها. وبيخلي الواحد عنده دفء لان الواحد عايش في جليد، منطقة بيتك كمان مليان، يعني قاعد في حتة كلها جليد والدنيا ساعة ثلج وحاجات زي كده، بس دي الطبيعة بتاعتنا. صحيح. فدي اللي بيديه يخلي الواحد عنده إيحاء بالدفء وبالحرارة اللي موجودة فيه. عارف يا بابا نويل إن اللون ده كمان بيدي شعور بالبهجة والسعادة؟ لما حد بيشوف حد لابس أحمر بيحس إن هو كده فايق وسعيد. بس مش كل واحد هيبقى بابا نويل. بابا نويل ده حاجة مميزة طبعا، مميز. بابا نويل ده بيبقى واحد من ضمن كذا واحد. صحيح. مش اي واحد يعمل بابا نويل. صحيح. ومش اي واحد هيدي هدايا. صح. احنا هدايانا النهارده كتيره قوي، بس لما نشوفه عاوز هدايا يجي لي. طب يا جماعه اللي عايز هدايا يروح لبابا نويل، هو جاهز ومعانا. ايوه ومعانا هدايا كتير، بس مش عاوزين الهدايا اللي هي اوفر. عاوزين الهدايا اللي هي الهدايا اللي هي بتواضع الحلوه، زي ما بابا يسوع اتولد في المزود. احنا عاوزينكم برضه تطلبوا حاجات قليله. يوم بابا يسوع جه والهدايا اللي جات له، جاله ذهب ولبان وبخور. صحيح. ذهب للملك واللبان للبخور والمر للتعب اللي تعبه عشان يخلصنا من الخطايا بتاعتنا. صحيح. بما انك بقى ذكرت موضوع ان الهدايا دلوقتي اختلفت عن هدايا زمان. ايوه. ازاي نربي في اطفالنا ان هم يبقى عندهم قناعه
وان هم دايما طلباتهم ما تبقاش كبيره. العصر بتاعنا دلوقتي عصر النت وعصر الكمبيوتر وعصر الاس ام اس وعصر الحاجات دي، فاحنا هنتاقلم، بس اقلمتنا لازم تكون بفهم وبتوعيه، عشان لما بتزيد عن الموضوع بتاعها بتبقى مش مظبوطه. يعني زمان ما كانش فيه الحاجات دي كلها، فكان الاولاد كانوا فاهمين بيعملوا ايه، لكن دلوقتي الولد الصغير البيبي السنه سنتين يمسك التليفون تك 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 تيك على طول، الواحد الكبير ما يعرفهاش. فمفروض نوعيهم ونخليهم يمسكوه في وقت معين ويعملوا وقت للمذاكره ووقت الحاجات دي. قولي لي يا كارين، بتستخدمي الموبايل والحاجات اللي بابا نويل زعلان منها دي؟ ساعات علشان اخد بيك مثلا. بتعملي ايه؟ مثلا بفتح اسمع ترانيم، بفتح ساعات بدل ما افتح الموبايل بفتح التلفزيون، افتح مسات سي تي في حاجات كده واتفرج على افلام كده. طب حلو انك بتستخدميهم في حاجه مفيده، يعني بنفتح قنوات حلوه، بنتعلم قصه حلوه، مش دايما بنستخدمها استخدام ان هو نلعب العاب وخلاص ونضيع وقت، صح؟ سألت كلمه حلوه قوي، بفتح ملسات. أيوة. ملسات دي بقى منتشره عالميا، يعني كل بيشوفها في جميع انحاء العالم. ملسات دي يعني وعيتنا، علمتنا، ودكاتره وحاجات، برامج كتير قوي، واحنا بنشكر القايمين عليها لان هم بيتعبوا جدا في لغايه لما يوصلونا الحاجات الحلوه دي. وعشان كده هم بيحبوك يا بابا نويل ودايما يجيبوك كل سنه، تبقى منورنا. ما يعني صحيح. سمعينا ترنيمه بقى تانية يا كارين. ماشي، اسمع في كل عيد ميلاد. حدي صوتك يا كارين. ماشي وانا هديكي موسيقى. ما بعرفش العب موسيقى، كنت العب على الجرس. يلا يا ستي. في كل عيد ميلاد، في كل عيد ميلاد بنحب نقول لكم كل سنة وانتم طيبين. في كل عيد ميلاد، في كل عيد ميلاد بنحب نقول لكم كل سنة وانتم طيبين. بتمنى ليكم أحلى عيد، بتمنى ليكم يوم سعيد، بتمنى ليكم خير كتير أكتر مكتير من كل اللي فات. بتمنى ليكم أحلى عيد، بتمنى ليكم يوم سعيد، بتمنى ليكم خير كتير أكتر مكتير من كل اللي فات. برافو عليك. برافو عليك. طب حافظة حبة قش وحبة قش؟ يعني حافظة حتت، يعني ممكن نساعدك. لو ممكن نساعدك نجي معاكي. طب استنى ما نجيب شويه القش، هنجيبهم منين؟ ما مش عندنا يا بابا نويل، انت مش عندك في مش معاك كيس؟ موجودين بس هروح اجيبهم عشان يقولوا حبه قش حبه قش. مش كنت تيجي دي غناوه بابا نويل؟ دي ترنيمة. ترنيمه، انا افتكرت احنا هنروح نجيب شويه قش ونقعد. لا طيب يلا يا ستي قولي. يلا. حبه قش، حبه قش، حبة قش اتلموا اتلموا عملوا أجمل قش وعش، حبة ألف قش اتلموا اتلموا عملوا أجمل قش وعش، علشان بابا يسوع في المزود يقطع خالص وما يتعبش، علشان بابا يسوع في المزود يقطع خالص وما يتعبش، وكمان خوف نونو قرب قرب جنب المزود ما تحركش خايف. خلاص وقفنا لحد هنا. برافو عليك. لا بس قلتي حته كبيره، يعني انت حافظاها صح؟ طب احنا نعمل لها حاجه بقى، نسقف لها. برافو عليك. برافو يا كارين، برافو. قولي لي بقى يا كارين، عندك موهبه؟ قولي لي بتعملي ايه؟ تحبي تقري كتب؟ تحبي قصص؟ رياضه. رياضه. عندي رياضه الجمباز. بتلعبي جمباز؟ برافو عليكي. كنت بلعب دلوقتي، لا بطلت عشان ايدي اتكسرت. يا حبيبتي الف سلامه. تخف ان شاء الله. هتخف ونرجع نلعب تاني. نلعب جمباز تاني. خفت ونرجع نلعب تاني. نكسرها بقى تاني. بعد الشر يا بابا نويل. لا لا، ما هو ده في اللعب. ايوه في اللعبه، هو قصده في اللعب. ايوه. قولي لي بتعملي ايه تاني؟ تحبي تجري كتير وتمشي كتير؟
الرياضة العادية بتاعتنا دي، صح؟ بابا نويل بتلعب رياضة ولا مش بتلعب رياضة؟ كنا بنلعب رياضيات مش رياضة. طب ما تحكي لي شوية. نحكي لك، كنا بنلعب كرة قدم. أيوه. وفولي بول وباسكت بول وتنس، جميع الرياضات الواحد اتعلمها. ايه هوايات مدفونة بقى يا بابا نويل. عشان كده الواحد بيأهلها لأحفاده وأولاده إن يعملوها. صحيح. وأولادنا بدل بيطلعوا بيلعبوا رياضة، كذلك الأحفاد بيطلعوا بيلعبوا رياضة. حاجة يعني المفروض الواحد يتعلم الرياضة، لأن الرياضة دي أساس كل حاجة. تنشط الجسم، تنشط العقل، تخلي الواحد ما يبعد عن الأولاد ولا الناس اللي هم مش كويسين، ويكون فيها كل حاجة. وكل الرياضات موجودة. اللي يلعب جمباز يلعب، اللي يلعب تنس يلعب، اللي يلعب أي حاجة يلعبها. أي ألعاب تبقى تؤهله إن هو يبقى كويس. بالإضافة للدراسة. يعني مثلا أولادي أنا الولد في الثانوية العامة أخذ 16 درجة زيادة عشان أخذ بطولة العالم في الريش، طلع أول جمهورية. فكانوا بيدوا نمر في المدارس، مش عارف دلوقتي بيدوا لسه ولا ما بيدوش. فلازم يلعبوا ويتنشطوا، وبتبعد عنهم كل أفكار شريرة. صحيح، بتقوي جسمهم وبتقوي عقلهم، بتساعدهم ان هم دايما يبقى صحتهم كويسه. صحه كويسه. صحيح يا بابا. قولي لنا يا كارين، بمناسبه الدراسه انت في سنه كام؟ 5. عامله ايه في المدرسه؟ كويس. تحبيها؟ تحبي تصحي بدري بقى وتنزلي تعرفي معلومات جديده؟ عشان انا مش ببقى قادره اصحى. طب تعرفي بقى ان بعدين لما يجيلك فرصه انك تصحي متاخر هتتضايقي من صحيانك متاخر، وهتحبي انك بمزاجك تصحي بدري، هتحسي ان جسمك اقوى وانك مركزه اكتر. صحيان بدري مفيد جدا للجسم ومفيد للعقل كمان، فانت بعدين هتفتكري الكلمه دي وهتقولي ان انا فعلا ان انا اصحى بدري دي احسن، صح؟ هي واخده مدرسه حاجه تانية باين عليها. المدرسه بتاعت المدرسه بتبتدي من الساعه كام؟ باجي الساعه 2:30. بتبتدي الساعه كام؟ بتبتدي الساعة 6. بتروحي يعني بتروحي المدرسة الصبح بدري الساعة كام؟ الساعة 7. 7 الصبح؟ ما هو بدري اهو. عشان تصحي الساعة 7 وتروحي المدرسة، معنى كده انك بتصحي الساعة 6. في الأول بتدخلي تاخدي تعملي أسنانك وتغسلي وشك وتصلي، بعدين تاخدي تشوفي هتاخدي لبن ولا بسكوت ولا تاخدي إيه اللي بتحبيه. وده بنأهل الأولاد، لازم اللي بيصحى بدري لازم ياكل عشان وهو رايح يبقى عقله فيه نمو وفيه حيويه وفيه نشاط. ودي لازم نعلمها لاولادنا. يبقى ازاي بقى بتقولي ما بصحاش بدري؟ هي مش بتحبش تصحى بدري. ما بتحبيش، لكن لا حبي بقى. ايوه. اوعي تقولي كمان بنام في الاتوبيس. كملي نوم في الاتوبيس كمان. مش بروح الباص اصلا، بابا ماما بيوصلوكي. طيب. كويس. احنا لازم نقول لنا ايه تاني يا كارين لعيد الميلاد؟ اسمه ايه؟ هو انا مش حافظاها قوي، بس اللي هو اللي هو مش فاكره اسمه. طب هقول، عارفه ترنيمه بابا نويل احنا فاكرينك؟ انا بحبها قوي. انت عارفه ان دي اكتر ترنيمه بحبها في راس السنه وفي عيد الميلاد؟ تيجي نقولها؟ يلا. عندي فكره بقى، قوليها انت وبلاش كارن، ولا نقولها كلنا مع بعض؟ لا هنقول سوا. طب يلا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ماشي. بابا نويل احنا فاكرينك، من سنة فاتت كنت هنا، شفت هدايا كتير جميلة وحكاية حلوة على ربنا. زمرتك لسه معايا، بتقول دايما توت توت، تقلق كمان تحكي له حكاية وتقول دايما كده مبسوط. صفاتك لسه معايا، بتقول دايما توت توت، بتغني لي كمان يا حكايه وتخليني كمان مبسوط. طب انتي حافظاهم، برافو عليك. طيب في ايه تاني يا كارين هتقوليه لنا على عيد الميلاد؟ بتحبي تعملي ايه اصلا في عيد الميلاد غير انك بتروحي تزوري تيتا وجده وتلعبي مع صحابك؟ بتحبي تعملي ايه تاني قبل العيد؟ يعني احب. انت صايمه الاول؟ قد ايه؟ النهارده مدرسه احلى. لغايه ما يعني لغايه ما فطرنا من اول الصيام يعني. احنا شطار خالص. برافو عليك. من اول الصيام. طب ده بتعلميه يعني لاصحابك ولا انت بس بتصومي لوحدك؟ لا هو في
في ناس بيصوم في ناس لأ، في ناس يعني في صحابي مش بيقدروا يصوموا اللي مش بيقدروا. أي طب عايزين يلا ترنيمة تانية لعيد الميلاد. في قرار كده تبع نور في الأرض في ميلاده الكون بيغني، السما مفتوحة نجمة تهني، وده رب كسر جاي مستني في ملء الزمان جاي يسوع جاي يسوع. خايفة انهم اجوا شوية جايين يسجدوا قدام الله عشان نسامع عيش السما جاي يحمى فرحة للجموع جاي يسوع. في ميلاده الكون بيغني، السما مفتوحة نجمة تهني، وده رب كسر جاي مستني في ملء الزمان جاي يسوع. خايف انهم اجوا شوية جايين يسجدوا قدام الله عشان نسامع عيش السما جاي يحمى فرحة للجموع. برافو جاي يسوع. هو يسوع لما جه عمل لنا ايه؟ علمنا ايه صحيح يا كارن؟ علمنا اللي احنا نصوم، وتعلمنا اللي احنا نقدر نمسك نفسنا اللي هو منفطرش على طول، وكمان يخلينا يعني نتوبة اللي هو ما نعملش حاجات غلط كتير. صحيح. هم جيوا كمان لأسباب تانية، بلا أكل ولا حاجة، لأن قال رب يسوع قال لك ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان لما الشيطان راح جربه، وبعدين تعب معانا، ولما جم قالوا له أنت ليه بتتعب مع الناس؟ قال لهم أنا جاي اللي هم المرضى والتعبانين والخطاة والحزانة عشان أعزيهم، مش جاي للأغنياء ولا دول ولا دول. ولما اتصلب كمان دعا ربنا قال له يا رب اغفر ليهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، يعني اللي ضربوه وأهانوه ولطموه قال له اغفر ليهم. زي اللص اليمين ده مثلا، لو احنا جينا للص اليمين، اللص اليمين سرق الملكوت في ثانية. كان نفسي أكون عايش الوقت ده وأكون أنا اللص اليمين، في ثانية كده أطلع الفردوس. زي ما لو رجعنا لعيد الميلاد ربنا يعني خلى المجوس إن هم يعرفوا ربنا في ثانية، في ثانية عن طريق النجم. النجم الساطع اللي هو راح لهم، وهيرودس لما خاف من ميلاد السيد المسيح لأنه عارف هو الملك وهو المنقذ وهو كل شيء قال لهم ارجعوا لي، لكن ملاك الرب قال لهم ما ترجعوش عشان ما يتقدموش. ومات في الوقت ده 144 طفل شهيد فداء للسيد المسيح، عشان لو رجعوا والسيد المسيح كان هيرودس بيدور على الأطفال عشان يعدمهم، كنا احنا رحنا فين دلوقتي؟ كنا في الدمار، ما كناش موجودين خالص. لكن شكرا يا رب يسوع ليك. طب احنا يا بابا نويل عايزين نتكلم عن الهدايا اللي المجوس قدموها، الذهب واللبان والمر، كل هدية بتشير لإيه؟ الذهب بيشير لملك السيد المسيح. الذهب هو الرئيس والكبير وكل حاجة. اللبان اللي هو البخور اللي كانت سطعة ونطقة في المر اللي شافه السيد المسيح من الأتعاب والأهانة والصلب والحاجات دي كلها. أيوة. هم كانوش يعرفوا الحاجات دي كلها، بس هو بقى ربنا بيجهز لقدام. أيوة. ذهب السيد المسيح، لبان البخور اللي هي بتطعمه، والمر اللي هو شافه وتاب بالنسبة له. وشكرا يا سيد يسوع. شكرا يا بابا يسوع انك جيت. هنروح مشاهدينا الكرام لفاصل سريع ونرجع نكمل تغطيتنا بعيد الميلاد المجيد ونكمل كلام مع بابا نويل وكارين. خليكم معانا. الاب والابن والروح القدس الإله واحد امين. طبعا في البدايه احب ابلغ واهني ابونا المحبوب ورعينا قداسه البابا توادرس الثاني وكل اباء المطرنه والاباء المصفى والاباء الكهنه
والشعب كله والخدام في كل مكان جوه مصر وخارج مصر في بلاد الكرازة بعيد الميلاد المجيد. طبعا ربنا يجعل السنة الجديدة دي سنة بركة علينا كلنا، سنة مليانة فرح، سنة مليانة سلام، سنة نحس فيها إن فعلا زي ما ربنا قال لنا لا أهملك ولا أتركك. هي السنة دي سنة ربنا يحافظ علينا كلنا ويحقق لنا كل اللي احنا عايزينه على حسب مشيئته. عيد الميلاد المجيد عيد الحب، قصة حب الميلاد دوت. لما الواحد يجي يفكر كده في البداية خالص ربنا قال هكذا أحب الله العالم. عملت إيه يا رب؟ أنا جيت علشان الحب اللي أنا بحبه للناس كلها، كل الناس بدون تفرقة. جه ربنا اتولد في مزود بقر متواضع، عاش بينا بكل الحب، كان يفعل حب ويفعل خير لكل الناس. وده اللي احنا عايزين نتعلمه على الأقل في عيد الميلاد، اللي ربنا رتب لنا الأعياد دي علشان نتذكر مواقف جميلة جدا جدا ونتعلم منها ونحاول نطبقها في حياتنا. هي دي الفكرة بتاعت الأعياد. ربنا بيحبنا وهكذا أحب الله العالم، وهو أحبنا أولا عشان كده جه علمنا. طب إحنا يا ربي بنعمل إيه من أجلك؟ بنحبك إزاي؟ بنعمل إيه؟ بنحب أولادك؟ بنحب كل الناس؟ أنت يا رب قلت أحبوا أعداءكم، حبوا كل الناس، ولما تحبوا تحبوا من قلبكم. أوعى يكون حبنا علشان حاجة معينة أو عشان غرض معين أو علشان هدف معين. الميلاد بتاع ربنا يسوع المسيح يعرفنا كده قد إيه ربنا بيحب الكل. أوعى تفكر يوم تقول ربنا تخلى عني، ربنا مش بيحبني، لا بيحبك، بيحبك زي ما أنت، عايزك زي ما أنت، جه علشانك زي ما أنت كده، جه علشان يخلصنا من حاجات كتيرة، جه علشان يفرحنا، جه علشان يحسسنا ويدينا إن إحنا فعلا نقدر نقول له يا أبانا الذي بكل حب. يا ريت نحب بعض، بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي. الإنسان اللي بيحب ده تلاقي عنده سلام وعنده شكر وعنده هدوء وعنده تواضع، عنده حاجات كتيرة جدا جدا جدا. ربنا يدينا إن إحنا نقدر نحب ونشوفه هو كده في مزود البقر إزاي إن هو اتولد علشان بيحبنا، جه علشان بيحبنا، زي الترنيمة بتقول وزي القصيدة بتاعت قصة الحب العجيب، وزي ما الترنيمة تقول ربنا 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 بيحبنا. يا ريت نطبق حب ربنا دوت، نقدر نحب بعض ونسامح بعض وندور على بعض ونشوف بعض ونشوف احتياجات بعض. هو دوت العيد، العيد ان احنا نفرح الكل ونفرح بربنا ونحس ان ربنا بيحبني. انا هل بحب ربنا ولا لا؟ بحب ولاده ولا لا؟ ربنا يديني الحب دوت ونطلب منه تعالى يا رب اتولد في قلبي علشان يكون ليك مكان، تعالى يا رب اديني الحب دوت. كل سنه وحضراتكم طيبين، وطبعا اشكر قناه ميسات اللي دايما بتنقل للعالم كله الفرح، تنقل للعالم كله الحب، ولربنا المجد الدائم الى الابد. كل سنه والشعب المصري مسلمين ومسيحيين وبلدنا الغاليه مصر بخير وبصحه وسعاده. كل سنة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنتمنى له كل الخير والصحة والسعادة. كل سنة وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بنتمنى له كل الخير والصحة والسعادة ومزيد من التقدم والازدهار لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية.
كل سنة ونيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا رئيس قناة ميسات في تقدم وازدهار وبألف خير وبصحة وسعادة. كل سنة وشعبنا الجميل بألف خير وبصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين جميعاً بمناسبة استقبال الأعياد الميلاد والكريسماس و2023. إن شاء الله تحققوا كل أمنياتكم. والحقيقة قناة ميسات من القنوات المتميزة طبعاً، بنتمنى لها كل التقدم والازدهار في عهد طبعاً نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا. كل سنة وانتم طيبين جميعاً وسنة سعيدة، وبأعياد الكريسماس وأعياد عيد الميلاد المجيد طبعاً نتمنى ليكم كل الصحة والسعادة. خالص التهاني وخالص المودة والمحبة وخالص كل المشاعر الطيبة لشعب مصر ولشعب الكنيسة خاصة، لشعب مصر عامة ولشعب الكنيسة خاصة. تهنئة من القلب لفضيلة وجناب البابا توادرس بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر. الحقيقة فضيلة البابا، أنا مش عارف هل أهنيك بالأعياد وبالكريسماس ولا أهنيك بأقباط مصر. أنا من خلال تعاملي مع الإخوة الأقباط أنا عايز أهني بيهم هم شخصياً، علاوة على تهنئتي على تهنئتي بالأعياد. يعني لا شك إنه عيد ميلاد السيد المسيح والكريسماس من أعظم الأعياد وأرق وأجمل الأعياد، وأنا بهني كل ذرة وكل مسام في جسم معاليك، وكل مسام في جسم معاليك بيمثل قبطي مصري أحبه، قبطي مصري أحبه. كل سنة وأنتم طيبين جميعا، وخالص التهنئة للأنبا أرمينيا يعني رئيس قناة ميسات بمناسبة الأعياد، وهو أحد من أحبهم حبا جما، وربنا يقرب ما بيننا وربنا يكملنا بطيبتكم وسعادتكم وأخلاقكم الدمثة، أخلاقكم اللي لا يستطيع أحد أن يصل إليها إلا إذا وصل إلى مراتب الإيمان العليا. أشكركم جميعاً وكل مودة وكل حب لحضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وهيكون معانا زميلنا رامي أنسي من أمام المقر البابوي هينقل لنا بعض اللقاءات هناك. هنشوف ونرجع تاني. صباح الخير يا رامي، كل سنة وانت طيب. صباح الخير زملائي الأعزاء جرمين ومارينا من الاستوديو، بنحييكم مشاهدينا الكرام، كل سنة وحضراتكم طيبين. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد غياب تقريباً 3 سنوات، بنحتفل مع حضراتكم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. عاد مرة أخرى قداسة البابا لاستئناف نشاطه في استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد. في الحقيقة احنا دايماً بنكون مبسوطين ان احنا موجودين مع حضراتكم وبنشارككم وتشتركوا معنا في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. احنا النهاردة هنبقى موجودين مع حضراتكم على مدار الساعات القادمة، هننقل لحضراتكم أجواء الاحتفال بالعيد داخل الكاتدرائية.
من المفترض أنه هيبقى في مجموعة من المهنئين زي ما أعلن المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة أن قداسة البابا هيستقبل الأباء الكهنة والأساقفة والمحبين بشكل عام من الساعة 9 إلى الساعة 11، ومن الساعة 11 فما فوق هيستقبل الشخصيات العامة ورجال الدولة القادمين إلى الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. احنا هنبقى موجودين مع حضراتكم على مدار الساعات القادمة، تابعونا، هيبقى لنا كتير من اللقاءات، هنحاول يعني بالقدر المستطاع ان احنا نعيش حضراتكم اجواء الاحتفال، وهننقل لحضراتكم حاجات كتيرة، وانتم موجودين في البيت تبقوا موجودين معانا وتشاركونا في كل الاشياء. كل سنة وحضراتكم طيبين، تابعونا على مدار الساعات القادمة، وبعد دقائق قليلة جدا هيبقى لنا لقاء هام جدا هنطمن فيه على حاجات كتيرة، من ضمنها هنطمن على صحة قداسة البابا. تابعونا بعد دقائق ولقاء هام. زميلنا رامي أنسي من أمام المقر الباباوي، ورجعنا تاني للاستوديو وعايزين نكمل كلام عن عيد الميلاد المجيد مع بابا نويل ومع زميلتنا كارين. خلينا بقى نتكلم شوية عن اختلاف التوقيت والاحتفال بيننا وبين الغرب بعيد الميلاد المجيد. تفتكري ليه يا نرمين الاختلاف ده موجود من 25 ل 7 يناير؟ بصي، هو الاختلاف مش اختلاف عقائدي خالص، ولا ملهوش اي علاقه بالعقيده، ولا في اي اختلاف في الموضوع. هو الاختلاف بس في التوقيت، ان هم بيحتفلوا بالتوقيت اليولياني واحنا بنحتفل بالتوقيت الشرقي، فهو ده الموضوع. لكن احنا عادي زي كلنا، صح يعني، ما فيش حد غلط، ما فيش اختلاف في العقيده نهائي. يعني هي بس اختلافات فلكيه، لكن ما لهاش اي علاقه بالعقيده بينا. صح يا بابا نويل؟ لانه صح 100%. المسيح واحد، صحيح. 25 وفي 7 يناير، والعضله واحده، واحنا بنحتفل بوجوده، بنحتفل بوجوده. هما بيحتفلوا واحنا بنحتفل، بس الفرق ان الشرق من الغرب، توقيت ايامه وتوقيت حاجات بسيطه. صحيح. بس مجهزه لنا ايه يا كارين هتقوليه لنا النهارده؟ هقول فيليز نافيداد. فيليز نافيداد، فيليز نافيداد، فيليز نافيداد، بروسبيرو انيو فيليسيداد. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. برافو عليك يا برافو يا كارين. قولي يا بابا نويل، بتحب تعمل ايه بقى كبابا نويل في العيد؟ اول حاجه بروح الاسره، بنحتفل كلنا، الاحفاد والاسره والتيتا والاولاد، ونجيب لهم هدايا، وبعدين يبقوا سبرايز خالص، بيفوجئوا ان جدهم بقى بابا نويل. يقول لك ايه ده، انت جد ولا بابا نويل؟ تلبس بابا نويل في البيت؟ هلبس لهم بابا نويل في البيت عشان يشوفوا جدهم برضه. ونحتفل زي ما بنحتفل هنا ومدارس الاحد، وبعدين برضه بنعدي على مدارس الاحد، بندي هدايا وبندي حاجات حلوه عشان يبقى النهارده يوم مفرح، ويوم مفرح بميلاد السيد المسيح. قول لي يا بابا نويل بقى، بتتمنى ايه النهارده وفي السنه الجديده دي؟ امنيتك بقى الشخصيه اللي نفسها تتحقق. امنيتي الشخصيه ان السنه 2023 يتحقق فيها الرخاء والمحبه والحاجات اللي في العالم كله تخلص شويه، الحروب والمضاغنات، ويحصل بدل عدم المحبه يبقى في محبه بين الشعوب والحاجات دي كلها. صحيح. ودي ربنا قادر على كل شيء. امين امين يا رب. قولي لي يا كارين، انت كمان بتتمني ايه في السنه الجديده؟ بتمنى ان هي تبقى احلى سنه. كل سنة هنتمنى إن هي تبقى أحلى سنة وأحلى من اللي قبلها. طب قولي لي يا كارين، إيه اللي عملتيه السنة دي ما عملتهوش السنة اللي فاتت؟ أو إيه اللي بتتمني تعمليه السنة دي ما كنتيش حققتيه السنة اللي فاتت؟ أقعد أعترف.
تقعدي تعترفي؟ ما اعترفتيش السنة اللي فاتت؟ هو ربنا ادانا عمر أطول. بتعترفي كل قد إيه يا كارل؟ كل شهر. كل شهر؟ وبتتناولي كل قد إيه؟ يعني أنا ساعات يعني كل أسبوع أو كل مرة أسبوع أو كل مرتين مرة، يعني ساعات كده ساعات كده. طيب المدرسة مش بتأثر على إن ما بتصحي بدري برضه؟ آه هي والكنيسة يعني خلوني أتعب لما أروح الكنيسة الصبح. يعني ما بيجيش بقى كده في أيام المدرسة عايزة تريحي في الأيام بتاعة الكنيسة، مش عايزة تروحي؟ لا لا، عشان دي الأيام الوحيدة اللي بقى في أيام محددة بروح، فأنا هروحها والأيام الثانية هعمل أنا عايزاها. طيب قولي لي يا كارل، نفسك تتعلمي إيه في السنة الجديدة؟ نفسك تتعلمي رياضة معينة؟ نفسك تتعلمي لغة معينة؟ نفسك تعملي إيه جديد مختلف في السنة الجديدة؟ بتحبي اللغات؟ بتحبي إيه؟ تحبي تسمعي أي لغة حتى لو مش بتتكلميها، بتحبي تسمعي إيه؟ إنجليش. إنجليش. محتاجة إنك تقوي نفسك فيها في السنة الجديدة؟ لا، أنا شاطرة فيها يعني، عشان إذا يعني عشان بذاكرها كلها، لما أخد حاجة جديدة بذاكرها. برافو عليكي. يعني معنى كده انك بتجيبي درجات حلوه في الامتحانات. برافو عليك. احفادك يا بابا نويل بيعرفوا يوازنوا بين الكنيسه والدراسه؟ اه، بين الكنيسه والدراسه والرياضه. يعني بتساعدهم؟ لا، انا مش انا اللي بساعد، تيتا اللي بتساعد واهاليهم بتساعدهم. احنا الموضوع بتاعنا كان مع الاولاد، طلعناهم رضيين وكويسين، فعشان كده انطبع عليهم الانطباع اللي انا عملته معاهم وهم بيعملوا معاهم. من هنا بقى بتظهر النتائج الواحد بيعملها. طب احنا عايزين ترنيمه تانية يا كارل. ماشي. طيب احنا قبل ما نقول الترنيمه، البابا توادروس الثاني وصل المقر البابوي دلوقتي وهنروح ليه وهنرجع لحضراتكم مره ثانيه. انا والشيف. يلا اقفوا ويانا عشان الصور. اقف مش انت المايسترو. يلا بص كده. بص كده. نعم. لا انتوا الناس اللي فوق فوق. يلا تعالى ما تنبلش. يلا يا عم. هيوزعوا عليكم حاجة حلوة دلوقتي. بس اللي سقف قوي، اللي ما سقفش مش هياخد. يلا. مره تانية ومكملين كلام مع بابا نويل وكارن. كارن، احنا كنا هنقول ترنيمه قبل ما نطلع الفاصل، ممكن نكمل الترنيمه او نقولها؟ ماشي. يلا قول. ماشي. غني قولها. ونشكر ربنا، الجو جميل حتى مش جو شتاء خالص، والشمس طالعه يمكن افضل من بلاد كتيره، ودايما البدايه يعني بتعطينا ان احنا نفكر في الخير اللي جاي. وطبعا زيارة السيد الرئيس امبارح في الكاتدرائية زيارة طيبة وممتعة، والحديث فيه وهو بيطمن كل جموع المصريين عن اطمنوا ما تخافوش، ولما القائد يقول كده يبقى هو عالم بكل الأمور، وبنعمة ربنا يكون الله في طريقه ويساعده ويقويه هو وكل المسؤولين. ومن العبارات اللي جميلة اللي قالها امبارح ان ربنا موجود. صحيح. وطبعا ربنا موجود، وانا بحس كده ان مصر لها محبة خاصة في قلب ربنا. صحيح. احنا واثقين في كل شيء صالح، واي ازمة هتعدي وهتبقى ايام ذكرى، ونوصل لغاية ايام الفرح وايام الفرج وايام السعادة، وحياتنا كلها تمشي. سيدنا الشعب المصري كله نفسه يطمن على صحة قداستك. انا بخير الحمد لله، وشويه الارهاق، وكان عندي دور انفلونزا الاسبوع اللي فات، مع الارهاق الكتير وقله النوم هم اللي عملوا كده، ويمكن نفكر نروح المستشفى نوع من يعني تشيك اب كده للاطمئنان اكثر. ونشكر ربنا الامور حلوه قوي. كل
كل سنة وقدستك طيب يا سيدنا. طيبين، متشكر خالص، متشكر. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ونكمل مع كارين. كنت هتقولي لنا ترنيمة يا كارين، يلا قولي لنا. غني قولها في كل مكان، كل أوان وزمان. غني قولها في كل مكان، إنه تولد يسوع، يسوع. برافو عليك يا كارين، برافو عليك. قولنا بابا نويل بقى، أيوه. بتحب تعمل ايه في... تاكل ايه في العيد؟ باننا نتكلم على الاكل بقى، في اكلات معينه تحب تاكلها في العيد؟ بالنسبه لبابا نويل، عشان بابا نويل عجوز فاكله لازم يكون محدود وبكميات صغيره عشان مده الصيام والمعده تكون تقدر تشتغل شويه شويه. ده بالنسبه للاكل الصحي الكبير. لازم كلنا ناكل اكل صحي. والاكل الصحي انت عارفه هناكل بقى حمام ولا فراخ ولا رومي ولا حاجات حلوه ربنا بيبعتها لنا، كلها حاجات صحيه، كلها حاجات صحيه في الحدود. قولي لي يا كارين، انت بتتقلي في الاكل في العيد ولا بتاكلي حاجات خفيفه وصحيه؟ احنا في العيد يعني بنعمل اكل، ما اعرفش ده يعني هو حلو بس ما اعرفش يبقى صحي ولا لا. طب حتى هو لو اكل كتير احنا ممكن ناكل كميات بسيطه ما تاثرش علينا، صح؟ صحيح. وبعدين دلوقتي اللي سألت كارين السنة اللي فاتت ايه والسنة دي ايه؟ السنة اللي فاتت كان عندها 8 سنين، السنة دي عندها 9 سنين، فربنا بيدينا عمر يعني عشان ايه؟ أنا سمحت لك سنة كاملة اهي، فغير بقى من الأسلوب وغير من الطبيعة وغير من الحاجات اللي هي عشان تقدر تقابل ربنا بعد كده. ذكرت حاجة مهمة قوي يا بابا نويل، إن احنا لازم نغير من طبيعتنا. شايف ايه أكتر حاجة معظم الناس حاليا محتاجه ان هي تغيرها؟ التفكير الكتير في الغلاء وفي المعيشه، ويخليهم يفكروا ان ربنا موجود والواحد مش هينام من غير عشاء. يعني البابا شنود الله ينيح روحه كان بيقول العصفوره في الصخر بتيجي تلاقي اكله، الدوده في الارض بتلاقي اكله، فالواحد ما يفكرش، يعدي يومه ويقول يا رب ساعدنا ويا رب كمل ايامنا على خير. كارين، عايزين نعرف انت يعني بتعملي ايه بتتمني تعملي ايه؟ اكيد ليكي امنيات، انت عايزه لما تكبري تبقي ايه؟ ممثله. برافو، بتعرفي تمثلي؟ لا، في مواهب كتير. ما انا سالتك في الاول عندك مواهب ايه، قلتي لي جمباز، بعد كده بطلت. لا، ما انت عندك مواهب، كلمينا اكتر بقى على المواهب اللي عندك. احنا دلوقتي اكتشفنا انك بتمثلي، قولي لنا بتعرفي تعملي، بتعرفي تغني صح؟ عشان انت صوتك حلو في الترانيم. بتعرفي تلعبي كوره؟ بتعرفي تلعبي تنس؟ جربتي قبل كده؟ ما جربتيش؟ كارين اتكلمي، انت بتشاوري دماغك وبايدك. لا انا نورتونا يا بابا نويل، نورتينا يا كارين. احنا اتبسطنا جدا بالفقره مع بابا نويل وكارين، وهنخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره تانيه.